إذا كنت خايف من الفيزياء ما تخافش منها مع مستر فتحي، مستر فتحي هيسهلها عليك. وفي أي امتحان مش عارف أي سؤال وعاوز تاخد حصة، خدها مع مستر فتحي، مستر فتحي هيسهلها لك كل حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك يا ابني زعلان ليه؟ داخل اولى ثانوي وخايف من الفيزياء. الفيزياء دي اسهل مادة يا ابني. ازاي ده كله خايف منها؟ زي الناس، انا خدت مع مستر فتحي الغنامي ما شاء الله زي الخوفي، وخلاني واثقة في نفسي، وبقيت احل الامتحان في نص الوقت. نص الوقت نص الوقت نص الوقت. والمسائل ده بيقولوا دي صعبة قوي. يا ريت الامتحان كله يبقى مسائل، ده مستر فتحي هيخلي المسائل اسهل حاجة عندك. نفسي اكون واثق من نفسي زي كده. بكرة تضحك على الايام دي وتكتسب ثقة في نفسك. معقول الكلام ده؟ طبعا، بس الحق تكتسب بمستر فتحي. قوليلي رقم كام؟ بتقول ايه؟ قوليلي رقمه كام؟ ده رقمه واتساب وانستجرام وجيميل وياهو ولينكد ان. ماشي يا ستي، رقمه كام بقى؟ اكتب يا سيدي 010-25-42-3189، والرقم التاني 03-61-83-257. باي 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 باي.